كورتاج هو دونك تيدار في حالة ما إذا وقع توقف حمل قبل الشهر الثاني من الحمل، دونك بعد الشهر الثاني ولا 10 سيمين ما تيبقاش هذا لو كورتاج بوسيبل، تيولي انا فورتمون ديك الساعات. دونك ديجا كلمه كورتاج ما بقاتش مستعمله باسكو كورتاج فيها كوريت فيها هذا. دابا لا ميثود اللي كنستعملوها هي لاسبيراسيون، دونك سي ان بحال ان تويو بحال هكا افيك ان بوكي اوفر في اون فينيتر وكتكون اون سورس داسبيراسيون اي سا بيرمي باش هذاك اون اسبير هذيك لا غروسيس بلا ما نضروا بالوالده من الداخل، دونك ما تيوقعش هذاك الجران وتكرات كيف ما كانوا الناس تيسحبهم شحال هادي. دونك كيف ما قلنا قبل شهرين في حال توقف الحمل والا ما قدرناش ان هذاك الحمل ينزل بالادويه، شي مرات واخا تنعطيو الادويه واخا تنتسناو هذاك الحمل ما تينزلش، دونك يقدر يتسبب في مضاعفات لهاد السيده. ما يمكنش نبقى له هاد السيده مده طويله وحنا هذا حيت يقدر يوقع لها تعفنات، دونك خاص هذاك الحمل ينزل. ابري سي فري كو اي اوبيراسيون عندها مضاعفات، غنقولوا بان هذا الكورتاج خاصو يدار في ظروف مزيانه، ما خاصوش يدار من غير زعما مصحات ولا في بلاصه اللي زعما يكون فيها طبيب مختص، ما نمشيوش نديرو كورتاج في المكان. خاص يكون سو كوفرتور انتيبيوتيك، سا فو دير ضد التعفنات، لان اي تعفن يتبع اي عمليه سواء لو كورتاج ولا لاسبيراسيون هذه يقدر يتسبب في التصاقات اللي تسبب في العقم من بعد. نحاولوا ما امكن انها ما تكونش هي الحل الاول، نعطيو نحاولوا نعطيو حيت الى دار سي فغي المره الاولى والثانيه والثالثه تيوقع واحد الالتهابات في بطانة الرحم اللي تقدر من بعد تسبب لنا في العقم كاينه. وإلا ما دارش مزيان سافو دير الا بقات شي حاجه في جوف الرحم اللي ما خواتش تتقدر حتى هي تتعفن من بعد، ولكن هذا الشيء الاطباء تيعرفوه. دونك بعد اي اسبيراسيون دارت ديما ملي تنساليو تنديروا اون ايكوغرافي باش نتاكدوا بانها الرحم خاوي تماما بقات فيه حتى شي حاجه، وتنديروا ان كونترول ايكوغرافيك عاوتاني بعد بسيمانه ولا 10 ايام باش نتاكدوا بان هذيك السيده ما دارت لا تعفنات لا التصاقات، وتنعطيوها الحبوب ديال منع الحمل في هذاك الشهر باش هذيك البطانه ديال الرحيم اللي كوميم تعرضت لاون اغريسيون تحاول بانها تسترجع المتانه زعما المتانه ديالها بانها ترجع كيف ما كانت قبل. دونك من الاحسن ان هذاك الشهر المراه تاخذ الحبوب ديال منع الحمل وتحاول ما تحملش لا في هذاك الشهر لا اللي في بعد منه باش ذاتها عاوتاني ترتاح وتقدر الحمل الجاي يشد احسن.